سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله آج بتاريخ 21 جولائی 2021 عید الاضحی قربانی 2021 انڈیا آرگنائز بائی بلیکبرن یو کے ٹرسٹ الحمد للہ مہاراشٹر انڈیا میں آرگنائز بائی بلیکبرن یو کے ٹرسٹ کے زیر اہتمام قربانی کا عظیم الشان پروگرام رکھا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو قبول فرمائے اور جن حضرات کی قربانی یہاں پر ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے بلیکبرن یو کے ٹرسٹ کی تمام خدمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء الرحيم الفسيح تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شحيح ليطوى زمان بائس شحيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا